عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. كيف ما كتعرفوا انا كور ماجور هو كيكون اكور فرحان، والاكور مينور كيكون حزين، ولكن هاد الاكور اللي غتعرفوهم اليوم هو اكور حزين كتار من داكشي اللي كتعرفوا. ويلا تبكيوا معانا التسويت. الأكور الأولاني اللي غنعرفكم عليه هو اللي كيتسمى ستيام بيمول سانك، يعني سبعة بيمول خمسة. غادي نبداو بها أول حاجة بالماجور باش تفهموا الفيلم، عاد غادي نمشيو المينور اللي هو غادي يولي حزين. دونك غادي نبداو كيف العادة دو دو la gamme ديال دو ماجور. اوكي لاكور دو دو عندنا دو بي اي سول. اوكي الوغ باش غادي نديروه ستيام بيمول سانك، اشنو غادي نديرو؟ ستيام هي الاولى وغادي نديرو بيمول سانك، يعني الخامسة ديال لاغاب تاع الضو ديال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. الصول هي الخامسة، غادي نديروها بيمول، هي غنهبطوها بأدوميتو كما قلت لكم بيمول كنهبطو و دياز كنطلعو. غادي تسمى هذه صول صول دياز، أو لا صول صول بيمول. أوكي دونك قلنا دو بي سول ست اي بيمول سانك، لا سانكيام اللي هي لا كانت غادي نهبطها بأدوميتو غتولي عندنا الفا دياز، وغادي نلعبو الاكور ستيام بيمول سانك. بيان سور نقدرو نلعبو هنايا او لهنايا وغادا. اوكي دابا غادي نرجعوا هذا الاكور حزين اللي هو الموضوع ديالنا اليوم. الوغ حزين غادي نديروا ليه مينور ها دو ماجور اي مينور. دونك عندنا دو مينور سات اي بيمول سانك سول دياز، هاي رجعت لهنا، ولا عندنا لاكور دو مينور ست بيمول سانك. ماشي ولا بتخصكم تعرفوا بيمول ست سانك اي كل شي، هذاك شي كامل ما يهمناش، حنا خصنا نلعبوا الموسيقى بلا ستيلو بلا ورقة. اوكي دابا غادي نحاولوا نلعبوا في الري مينور ست بيمول سانك. الوغ ري مينور la quinte et sept la quinte n'a pas un demi ton yalla هنا ما غاديش يبان لكم حزين، ولكن الى لعبت لكم شي اغنيه غادي تسمعوها مزيان. غادي نلعب لكم مثلا اغنيه ديال الجروب اللي سميتو ذا كيرغيز، الاغنيه اللي سميتها everybody's got to learn sometime، وهاد الاكور في هاد الاغنيه كاين هو في الرفران. كيديرو لا ميلر سات سي بيمول سات، ابخي كاين مي مينور. مي مينور عندنا مي مينور سات بيمول سانك. الوغ مي مينور لا كانت هبطها بان دومي تون، هو هذا، ولكن ما غاديش نلعبوها في هاد البوزيسيون، غادي نلعبوها هنايا.
كما قلنا لها هي هاري ساتيام المي إصال سي لا كانت مينور سي بيمول هي بيمول سانك ديال لاكور. الوغ سمعوا معايا الأغنية. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometimes. أبدره بكيتو ولا لا؟ أوكي دابا غادي نمشيو لواحد أكور اللي كيبكي كتر منه اللي هو مينور سيس. دونك غادي نمشيو كالعادة دو ماجور وغادي نحسبو سيس واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا كيبا كتعرفو في البلوز كالديرو هادي الضو كنزيدو على السيس. الفا السيس. اوكي ما عليناش غادي نمشيو نديروها مينور. ها مينور يا بريسيس قدروا نديروها في البوزيسيون. دونك ما غاديش تحسوا بها من غير إذا لعبت لكم شي أغنية. مثلا نديرو I believe I can fly. في الكين مينور سيس اللي هي الفا. الفا مينور السيزيام هي الغي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. ولكن أنا لعبت هنايا دابا غادي نلعبها لكم وبالبيانو إلكتريك كما لعبها آر كيلي. I believe I could fly. I believe I could touch the sky. I'm thinking about it every night and day. Swim up, we'll just fly away. I believe I could soar. See my morning to the hope and joy. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. القادية سهلة وما غنحتاجو لا ستيلو لا ورقة. علاش؟ الموسيقى هي عبارة على رسالة أو لا لغة لا تكتب بل هي كنحسو بها. سيتادير الأصوات والألوان كنسمعوهم وكنحسو بهم. وهادشي علاش كيخصك ديما تقلب راسك على لي زاكور وعلى لي نوت والألوان وتحاول هادشي كاع اللي تعلمتيه اليوم ديرو في اي جام يعني من الضو حتى السي. وبيان سور الى عجبتكم هاد الحلقه ديال اليوم ما تعكزوش باش ديروا ليا واحد لايك وبلس واحد سبسكرايب. واللي عنده شي مشكل في البيانو ولا في الموسيقى بصفه عامه او لا بغيتي تعلم اي اغنيه كتب لي لي كومونتير. وبيان سور في الحلقه الجايه كل واحد غادي يدير لي خاطرو وغادي يدير لكم الفيديو ديالكم.
دونك عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، في هذه اللحظة كتلسالي هذه الحلقة، ونشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله.